الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الميت يأكل في المنزل في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية دخول الميت إلى المنزل وتناول الطعام به علامة على الأعمال الصالحة له. الأكل مع الميت في المنام وسط العائلة علامة على الأمراض والمتاعب التي ستصيب العائلة قريبا. رؤية شخصا ميت يأكل مع خاله أو عمه في المنام علامة على صلة الرحم التي يجب أن يصلها صاحب الرؤية. إذا كان الميت أحد الجيران وكان يأكل في المنزل علامة على الانتقال من ذلك المنزل وشراء منزلا جديدا. تناول الطعام مع امرأة متوفية علامة على طول العمر. من يرى في منامه أن أحد الأموات يتناول التفاح علامة على معصيته لله عز وجل. حلم المرأة أن أحد الأموات يتناول التفاح علامة على خيانتها. من يرى في منامه أن أحد أقاربه الأموات يأكل التفاح إشارة إلى ارتكاب بعض المعاصي والذنوب. رؤية تناول التفاح لأحد الأموات في المنام علامة على اكتساب الأموال بطريقة غير شرعية وعليه التوبة. من رأى في منامه أن أحد الأشخاص الميتين يتناول الأرز علامة على الغنى واكتساب الكثير من الأموال. حلم تناول الميت الأرز في المنام مع اللحم علامة على أن الميت يشارك الحي أفراحه وأحزانه. حلم الفتاة العزباء أن أحد الأموات يأكل معه الأرز علامة على الزواج القريب. تناول الأرز للميت في المنام إشارة إلى الأفراح والمناسبات السعيدة. من يرى في منامه أنه يتناول الأرز مع شخص ميت علامة على الاستقرار والسعادة الزوجية. من يرى في منامه أن الميت يقوم بإعداد الطعام في المنام هي من الأحلام الجديدة. حلم الميت يقوم بإعداد الطعام في المنام علامة على حاجته للدعوات والصدقات. عند رؤية الشخص الميت يقوم بإعداد الطعام إشارة إلى الأعمال الصالحة. إذا رأى الشخص أن هناك أحد الأموات يقوم بتحضير الطعام في المنام علامة على الخسارة المالية التي ستحدث لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.